اهلا بيكم في حلقتنا الثانيه من حلقات الانتجريتد بيدياتريكس. احنا الحلقه الاولانيه اتكلمنا فيها على الاكس راي كارديو، الحلقه دي هنتكلم فيها على السي تي برين. في الجزء ده احنا هنجيب السي تي ونشوف كلام بيتقال حوالين الكيس نفسها. اول حاله، ولد اسمه ياسر عنده 3 سنين جاي العياده وعنده 3 اتاكس اوف فوميتنج، وخد 2 دوزز اوف اي ام اوندانسيترون اللي هو سنترال انتي ميتيك دراج، وما كانش فيه اي تحسن. البيشنت اتحول اليوم من الدي كير علشان ياخد اي فلويدز عشان الولد كان مايلد ديهايدريتد. الولد بالاكزامينشن ما كانش فيه اي حاجه باستثناء مايلد دراوزنس. بعد 3 ساعات الولد بقى دراوزي اكتر وعليه عملوا سي تي برين. احنا في السي تي برين لما بتشوف، انت المفروض بتقيم السي تي وتشوف اذا كان فيه جزء هيموريدج، في فراكشر في السكال، في عندنا هيدروكيفاليك تشينجز، او في سبيس اوكيباينج ليجنز. هي دي الحاجات اللي انت ممكن تشوفها، ومعاهم كمان حاجه اسمها كالسيفيكيشن. ففي المنظر ده احنا اللي شايفينه ان الثيرد فينتريكل وهو اللي باين، ومعاه السيسترن هي اللي باينه. بس الثيرد فينتريكل لو كلنا فاكرين انه كان بيبقى سليت لايك، هنا بدام هو شكله اوسع من السليت لايك يبقى ده دايليتد ثيرد فينتريكل. وبدام عندنا دايليتد فينتريكل ايكوال ان دي عندنا هيدروكيفلس، وعلى هذا الاساس فاحنا ذيس از ا بيكتشر اوف هيدروكيفلس. لو ركزنا اكتر في الصوره هنلاقي ان الحته دي تبان كانها سبيس اوكوباينج ليجن، حته ماس وحواليها حته جريش شويه، ده حته قديم، يبقى ده ماشي مع سبيس اوكوباينج ليجن، وعلى هذا الاساس فانها مش هتكون كوزد بكونجنتال انفكشن واتس ايفر، وبالطريقه دي مش هيبقى العلاج بتاعنا ميديكال. السؤال اللي بعد كده، هل في اي احتياج للفيرذر ايمجينج؟ اه، في الام ار اي برين هو البيست موداليتي لتشخيص الاورام علشان تقدر تحدد الاكستنت بتاعه هو وصل لحد فين. الكيس رقم 2، بنت اسمها سالي عندها 40 يوم، جات الطوارئ بتشنجات، خدت اكسجين وانتي كونفالزنس والاتاك وقفت وعملوا السي تي. اثناء ما كان السي تي بيتعمل خدوا هيستوري من الام، طلع ان الطفله كانت محجوزه في حضانه وكان عندها كونجنتال نمونيا، بس البنت قعدت في الحضانه فتره طويله 20 يوم، والاهل قالوا لها ان الدكاتره قالوا لها ان هي دي كان عندها نيونيتال سيبسس. الام اثناء الحمل ما كانش عندها اي مشكله، والاكزامينيشن طلع عندنا ويكنس في الليمب. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف التشخيص بتاعنا ايه. السي تي كفايندنج، انت عندك دايليتد لاترال فينتريكل ودايليتد كمان ثيرد فينتريكل، يبقى انت كده عندك غالبا ان انت في هيدروكيفلس. بس القصه دي اللي مع الحكايه دي بتمشي اكتر مع ان البنت دي يكون كان عندها نيونيتال مننجايتس، وهو الاكتر اللي هو يعمل النيتال سيبسس وبعد كده يعمل الهيدروكيفلس ده. علشان كده دي هي اوبستراكتيف هيدروكيفلس نتج عنها الهيدروكيفلس اللي احنا شايفينه ده، وده بسبب النيوترال مننجايتس عملت لك اكويدكتال ستينوزس. طبعا بدم هي اوبستراكتيف هيدروكيفلس يبقى صوره كوريد بليكسس بابيلوما هي بره القصه خالص، وبالتالي رقم 5 هتكون غلط ورقم 6 و7 هيكونوا صح. الكيس اللي بعدها، بنت اسمها نورهان عندها سنه ونص، جات الطوارئ باتاك اوف كونفولجنز، وبعد الريسستيشن عملنا فايتال ساينز لقينا الهارت ريت بتاعنا 137، ريسبيرتور ريت 39، وبلاد بريشر وزين رينج، لكن الحراره كانت 39.5، والساتوريشن بتاعنا كان 98% على النيزل اوكسجين. البنت عملت تحاليل وكذلك عملت سي تي برين. السي تي برين بين لنا المنظر ده. المنظر ده لما تيجي توصفه، بمجرد ما تلاقي ان السي تي بالمنظر ده وجواه دوريه والدوريه لونها زي لون العظم بالظبط، ده غالبا ده انهانسمنت. الانهانسمنت او كونتراست، يعني الكونتراست ده، المنظر ده اللي يتعمل بالكونتراست ده هو منظر البرين ابسس. وطبعا اللي كبر لك الموضوع ده ان البنت حرارتها 39.5. برضه هتتاكد بشويه حاجات في السي تي ان انت حوالين الابسس كده في عندك جزء هو برين ايديما، جزء تاني في برين ايديما، مش بس كده كمان ده هو عمل ميد لاين شيفت وبدا اللاترال فينتريكل يتضغط، وهنا كمان اللاترال فينتريكل يكبر. علشان كده العيان ده ماشي في سكه برين ابسس، وبرين ابسس اذا هو في بكتيريال اوريجن، وما دام بكتيريال اوريجن يبقى يحتاج انتيبيوتكس.
نخلي بالنا من الكلام ده عشان هيحتاجه في الأسئلة. أول سؤال هو بيقول لك سي بي سي شو ليمفوسايتوزس؟ لا، لأن ده بكتيريا انفكشن، فالأكتر يكون نيوتروفيليا. الكونفالجنز دي كلاسيفايد ار سمبل اس سمبل فيبريل سيجر؟ لا، سمبل فيبريل سيجر يعني سيتي برين بتاعها فري ما فيهوش حاجه. انتبيوتيك ويل بي ذا اونلي تريتمنت. احنا قلنا القاعده بتاعتنا قبل كده ان كلمه اونلي غالبا غلط. الانتبيوتكس هتساعد لو صغير، ولكن لو ريفراكتوري للانتبيوتيك هنعمل سيرجيكال تريتمنت. البنت دي هتحتاج هوسبيتال ادمشن طبعا علشان تتحضر الجراحه. السيتي ده بكونترست؟ ايوه. مفيش هيدروكيفاليك تشينجز زي ما قلنا ان اللاترال فينتريكل دايليتد هنا، فدي منظر بتاع دايليتد فينتريكل، يبقى في هيدروكيفاليك تشينجز حصلت. كيس رقم 4، ياسر 9 سنين started to complain with attacks of headache resistant to medication slightly improving during sleep. Yesterday he complained that he can't see well. واتعمل له سي تي بسبب الكلام ده. هنا السؤال بيقول لك الكلام ده حصل بسبب third ventricle obstruction. طيب علشان نعرف الدنيا بتمشي ازاي لازم تشوف الدنيا اخبارها ايه ك ventricles. احنا عندنا 2 lateral ventricle بيصبوا في third ventricle، والthird ventricle بيصب في الfourth ventricle. ما بين الthird ventricle والfourth ventricle حاجه اسمها aqueduct. تعال نشوف كده المنظر ده. ادي الحته اللي ما فيهاش ventricles اصلا، هنا يبدا الليفل بتاع الthird ventricle، هنا الثيرد فينتريكل باين، وهنا الثيرد فينتريكل واللاترال فينتريكلز، هنا الثيرد فينتريكل والاكويدكت، وهنا اللاترال فينتريكلز بس واللاترال فينتريكل بس بالهورنز بتاعتها. طيب بنبص الثيرد فينتريكل دايليتد، يبقى معنى كده ان الثيرد فينتريكل مش اوبستراكتد، يبقى معنى كده ان اول واحده غلط. ما دام الثيرد فينتريكل دايليتد وكل اللي قبليه دايليتد، يبقى معنى كده ان المشكله في الفورث فينتريكل، والفورث فينتريكل ده بتاع السيربيلو بونتاين انجل، يا اما مشكله في السيربيلم يا اما مشكله في البرين ستيم. فهنا مي بي ديو تو سيربيلر تيومر. ما دام احنا بنخبط الثيرد الفورث فينتريكل. There is an important therapy in this condition. ما دام هو العيان بيشتكي من increased intracranial tension يبقى diuresis can be used. Head circumference will be much higher than expected. ال head circumference بتغير في العيانين اللي هم عندهم small head او اللي عندهم unclosed sutures، اللي عندهم لسه الفونتانيل مفتوحة، وبالتالي رقم 17 غلط. CT brain is the best modality. احنا قلناها في اول كيس ان ال MRI هو الافضل في حالات التيومرز. Fundus examination has no role. لا طبعا، ده بنستخدمه علشان تقدر تحدد بالسيفيريتي. Insertion of the shunt is the only treatment. لا، ما دام في منظر تيومر يبقى احنا القصه بتاعتنا ممكن تعمل اكسجن. طبعا التيومر اهو عشان الناس تبقى شايفه التيومر اهو. الكيس الخامسه والاخيره، يومنا 56 يوم، جات لنا العياده بور ويت جين، والاكزامينشن طلع ان البنت مايكروكيفاليك، ليفر محسوس 3 فينجرز تحت الرايت كوستال مارجن، وسبلين محسوس ات اتس تيب. الام كانت بتقول لك ان البنت كان عندها ابنورمال موفمنت، وعلى هذا الاساس انت طلبت لها سي تي برين. طلبت سي تي برين، لقيت انت البطش البيضه دي موجوده زي ما انت شايف كده. البطش البيضه دي لما تكون بالمنظر ده وتلاحظ دي بيري فينتريكولر جنب الفينتريكل، يبقى ده بيمشي اكتر مع البيري فينتريكولر كالسيفيكيشن اللي هي بتحصل مع السيتوميجالو فيروس. السؤال هنا بيقول لك في برين اتروفي نوتس هنا؟ لا، لان انت عندك كل المانتل موجوده اهو. الحته دي حته اكسترنال هيدروكيفالس. Acyclovir is used in such cases. لا، Acyclovir ده بينفع مع الهربس، لكن مع السيتوميجالوفيروس بنستخدم الجان Acyclovir. ده example congenital infection وارد جدا. وهنا اخر واحده بقى دي اللي خداعه شويه، CBC may show thrombocytopenia in these cases. ايوه، العيان اللي عنده سيتوميجالوفيروس بيبقى معاهم سيتوميجالوفيروس ابلاستيك انيميا، وفي ناس بيبقى معاهم سيتوميجالوفيروس ثرومبوسيتوبينيا، وعلى هذا الاساس بيكون عنده ثرومبوسيتوبينيا. بكده نكون خلصنا الكويز الثاني والحلقه الثانيه من انتجريتد بيدياتريكس. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه الجي اي تي والليفر، هتكون فيها شويه اسئله كده عن الاكس راي بتاعه الابدومن ما يتعلق بالجي اي تي. اشوفكم على خير، ويا رب دايما تكونوا كلكم في احسن صحه واحسن حال.